بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس علي ناصر، خبير سوليد ووركس المعتمد. في الفيديو ده هنوضح نقطة داخل مديول الشيت ميتال، وهي الخاصة بان انت تعرف تجيب افراد لأي بادي داخل المالتي بادي. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني لو انت عامل بارت مكون من اكتر من بادي، مش اسمبلي، بارت فيتشر عادي، وعملوا بالمالتي بادي 3 بادي زي دوت مثلا، وعايزين نجيب لكل بادي من دول الافراد. ازاي نعمل الموضوع ده؟ تعال نخش على البرنامج ونبدا نشوف ازاي نجيب افراد حاجه زي ديت. تعال نبدا نعمل بارت نيو بارت دوكيمنت، وهنرسم شكل كده بسيط زي اللي احنا شفناه في الصوره ديت. نعمل مثلا رف بالمنظر ده، طول دي شوية. اخش اعمل بيس فلانش من شيت ميتال، خلي الاكسترود بتاع الفلانش 100 بلين مثلا، طويلة شوية بأي قيمة، وليكن مثلا 100، طولها 100 والتخانة نخليها 1.5 والراديوس 1، وادوس اوكي. هاجي مثلا على الفرونت، هتلاحظ هنا الاول ان انت عندك كات ليست فولدر، ده زي الفولدر بتاع المالتي بادي، في هنا بادي واحد اللي هو الشيت ده بس. تمام، احنا هنعمل مالتي بادي تاني. هاجي ادوس على الفرونت واخد سكتش وهرسم وليكن مثلا حاجه زي كده. شكل زي ده ونعمله مالتي بادي، هخلي ده كولينيور مع الايدج ده. بدوس شيفت واختار الحاجه اللي انا عايز اعمل ما بينها ريليشن. تمام، خلي ده هوريزونتال مثلا، ده الرف التاني. اروح على شيت ميتال واعمل بيس فلانش. البيس فلانش بتاعتي وليكن مثلا العرض بتاعها نخليها بس 100 بلين، خلي العرض بتاعها معقول كده مثلا 50. تمام، التخانة بس اتأكد ان هي فوق الشيت مش داخل الشيت، فانا كده محتاج اعمل ريفرس للتخانة فوق اهي، وادوس اوكي. تعالى نعمل بادي تاني. لو جيت على الفرونت الاول، بس الاول نتكلم ان احنا دلوقتي معانا 2 بادي. عرفت ازاي؟ ادي بادي اهو وادي بادي في الشجرة بتاع الفولدر بتاع المالتي بادي، في 2 بادي. انا بقى نخش نعمل بادي تالت، هاخد سكتش. تعال نقف عمودي كده. طيب نبدا نرسم البادي رقم 3، والبادي رقم 3 ممكن نعمله مثلا وليكن شكل حاجه زي التدريج كده، خليه بالمنظر ده. تمام، على ديت خليه كده كانه عامل دوسرة او طابع على الايه، على الجسم ده. خلي ده فرش كده على الارض. تعال نشوف، خلي ده كولينير مع الايدج ده. تمام ماشي، هنخلي الشكل بالمنظر ده مثلا سكتش زي ده. اروح بقى على شيت ميتال واعمل بيس فلانش للجزء رقم 3، وممكن اصغر السيكنس في البادي ده، البادي رقم 3 ما خلوش زي الباديز اللي قبليه. هندوس اوفر رايد عشان نغير السيكنس، ما خلوش زي البادز اللي قبليه. دلوقتي مثلا السيكنس هنا 1.5 و1، تعال نخليه مثلا 1 و1، ونخلي التخانه للخارج ريفرس كده. تمام، دوس اوكي. السيكنس كده الريديوس او السيكنس عايز يصغر شويه، تعال نجرب نص صغير، عايز يصغر كبير عايز يصغر شويه، تعال نخليه نص مثلا او 8/10، خليه نص. ماشي مفيش مشاكل، نص اور سيكنس نخليه نص برضو. طيب نطول شوية الفلانشة بتاعتنا، معقولة كده، لا نقصرها شوية خليها 40 مثلا، ندوس اوكي. عملنا فلانشة مطبعة كده على الجسم كده. انا معايا 3 بودي. بص هتلاقي معاك بودي واتنين وادي التالت، معانا التلاتة بادي دول، عايزين نجيب افراد لكل بادي لوحده. الاول هسيف البادي دوت،
save as، اسميه بارت، ممكن اسميه multi body، multi body تمام. سيفت البادي، اروح ادوس فايل و make drawing from part، اختار الشيت بتاعي وليكن S3 وابدأ ادخل، ممكن ادخل ايزومتريك كده بالمنظر ده اهو، ده كده الشكل كامل كمالتي بادي او اسمبلي. لو عايزين بقى نجيب افراد بتاع كل جزء لوحده، خلي بس الفيو يبقى بالمنظر ده، عايز اجيب بقى كل افراد لوحده، يعني ايه لو احنا قلنا ان ده بارت واحد وده بارت اتنين وده البارت رقم تلاتة، عايز كل واحد من دول الافراد بتاعه. هنخلي البالونز دي ارقام، دوس تكست وخلي ده اتنين. طبعا انا مستخدمتش اوتو بالون لان انا مش عامله اسمبلي، لكن لو انا عامله اسمبلي هيسمي كل بارت لوحده، لكن ده مالتي بادي فاعتبر ان كل ده بارت واحد، عشان كده مدي كل واحد مدي لكل حاجة من دول رقم واحد عشان هو معتبرها بارت واحد، لكن احنا عارفين ان ده بادي وده بادي وده بادي، وانا عملتهم في البارت فيتشر عشان ما جمعش. طيب لو عايز بقى اشوف الافراد بتاع كل جزء من دول، اخش على فيو لي اوت وادوس موديل فيو وادوس براوز واختار المكان، اختار البارت ايه اللي انا عايز افك الباديز اللي داخله تمام. طيب هو اوتوماتيك عشان انا فاتح البارت ده دلوقتي، لو دخلنا على ويندو هتلاقي البارت مفتوح فهو اراه، فهدوس من هنا نيكست وادوس سيلكت بودي، اول ما ادوس سيلكت بودي يبدا يفتح على ايه على البارت فيتشر كامل بالباديز اللي فيه، اختار البادي اللي انت عايز تجيب له الافراد، وليكن مثلا البارت ده رقم واحد اختاره وادوس اوكي، فانا كده جبت الايه الافراد بتاعه. لا احنا لسه ما جبناش الافراد بتاعه لان احنا اخترنا الفيو مش مظبوط، هنعملها تاني، اختار موديل فيو وادوس نيكست وسيلكت بادي البادي ده وادوس صح، واجي هنا على المور فيو واختار فلاتن باترن تمام، بحيث ان انا اجيب الايه الفلاتن بتاعه ده كده الفلاتن بتاعك اهو تمام، وادوس صح، ده الفلاتن بتاع البارت رقم واحد. بدوس بريبيلد بس ايه عشان ننشط الجزء بتاعي. تعال نجيب الفلاتن بتاع بارت رقم اتنين، هدوس موديل فيو وادوس نيكست وسيلكت بادي ونختار البادي رقم اتنين اهو ودوس صح، وابدا اجيب له الفلاتن، نعلم هنا وناخد الفلاتن بتاعه، ده الفلاتن اهو بتاعه بتاع البارت رقم اتنين او البادي رقم اتنين، وادوس صح، هدوس ريبيلد عشان ننشط الدوكيمنت، وهندوس موديل فيو تاني وندخل البادي رقم تلاتة، هدوس نيكست وادوس سيلكت بادي، اول ما بدوس سيلكت بادي بيفتح معايا في البارت فيتشر زي ما عرفنا، واختار البادي اللي انا عايز اجيب له الافراد بتاعه، واجي هنا اختار فلاتن وبكده ايه جبت الافراد بتاع بارت رقم تلاتة تمام، وادوس صح، ندوس ريبيلد. ولو عايز اكتب نوتس بقى اخش على النوتيشن واخد نوت كده واكتب ايه فلاتن بارت 1 او بادي 1 فلاتن 1 مثلا، وده هيبقى 2 وده هيبقى 3، نغير بس في التكست 2 تلاتة تلاتة بادي هم، جبنا الافراد بتاعهم بالمنظر ده. ولو عايز تعرف خصائص اي جزء من دول او اي بادي، تعمل كليك يمين على اي بادي وتخش على النوتيشن وكات ليست بروبرتيز، تطلع ايه شيت يعني تطلع تفصيله كده عن البلانكه ديت، الطول بتاع البلانكه والعرض بتاعها والاريا والسيكنس والخامه، احنا ما عرفناش خامه، لو عايزين نعرف خامه مجرد انت تيجي كليك يمين كده واوبن بارت وتختار من الشجره الخامه اللي انت عايزها، مثلا كاست الوي، ونروح هناك على الدرونج هتلاقي الخامه اتعرفت اهو هيقراها كاست الوي ستيل.
كده بقى الفيديو بتاعنا انتهى، وبإذن الله نتقابل في فيديوهات أخرى. كان معاكم مهندس علي ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.